وها نحن اليوم نحيي هذه السنة الزانية استجابة وطاعة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أيده الله ونصره، ونسهم في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، مراعين في ذلك بعض خصوصياتنا المغربية المتفردة، ومنها الاستشفاء في ليلتها المرعية بالتبرك بختم كتاب الشفاء للإمام القاضي إياد السبت المغربي المتوفى 44 و500 للهجرة رحمه الله، أحد مفاخر علماء الأمة المغربية الذين طرقت شهرتهم الأفاق حتى قيل لولا عياض لما عرف المغرب، وأحد مناراته الشامخة في سماء المعرفة الدينية والأدبية والتاريخية، وأحد أفذاذها الخلص في خدمة الجلال النبوي الشريف. نتواجد الآن في مسجد حكامة حيث قمنا بإحياء ليلة مولد النبي الشريف عليه الصلاة والسلام. وكما هو معلوم أن الاحتفال بميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة فيه تعبير عن الفرح به وشكر للنعمة التي أنعم الله علينا بوجود هذا النبي العظيم الشفيع ديالنا يوم القيامة إن شاء الله عز وجل. فهذا الاحتفال والأمة قاطبة تحتفل في هذه الليلة المباركة بوجود هذه النعمة، إنما هم في الحقيقة يعبرون عن فرحهم، والإنسان إذا فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا يفرح به يوم القيامة، كيف لا نفرح بهذا النبي العظيم الذي فضله الله سبحانه وتعالى ونور به الأرض، حيث يقول الله تعالى: الله نور السماوات والأرض. هذه المناسبة الجليلة عيد المولد النبوي الشريف التي هي مناسبة عظيمة دأب المسلمون على إحيائها في كافة مشارق الأرض ومغاربها، وخصوصا في مغربنا الذي له تاريخ حافل في الاهتمام بهذه الذكرى وبالاهتمام بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المغرب خرجت كثير من النفائس التي كتبت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منها الشفاء للقاضي عياض، ومنها كذلك أيضا التأسيس للاحتفالات للمولد النبوي الشريف منذ زمن بعيد إلى يومنا هذا، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة وهو رسول الله للناس كافة وهو الإنسان الكامل الذي لا بد من الاهتمام بذكراه العطرة بالأمداح النبوية الشريفة وبالدعاء الله تبارك وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبكل ما يليق بهذه المناسبة من مظاهر الفرح والبهجة، لأن هذا الرسول الكريم هو الرسول الذي احتفى به الله تبارك وتعالى واهتم به، ويمكن أن نقول بأن الله تبارك وتعالى خصص له جزءا من القرآن الكريم الحديث عن سيرته النبوية بصفة مختصرة وعجيبة وفي غاية الإعجاز، وهو سورة الضحى. أجرقت شمس المعالي
كما نسألك يا ربي ونتوجه إليك ونحن في هذا البيت المبارك وفي هذه الليلة المباركة ليلة مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم يا رب احفظه بما حفظت بيدك الحكيم. اللهم يا رب احفظه بما حفظت بيدك الحكيم. اللهم يا رب احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. اللهم يا ربي احفظه في حله وترحاله. اللهم يا ربي احفظه في حله وترحاله. اللهم يا ربي اشفيه بشفائك. اللهم يا ربي اشفيه بشفائك وداويه بدوائك واشفي يا ربي جميع امراض المسلمين. اللهم بارك له وعلى يديه. اللهم يا ربي بارك له وعلى يديه.